هذا الطفل فقد عائلته نتيجة الغارة الإسرائيلية العنيفة على هذه المدرسة والتي استهدفت المصلى أثناء صلاة الفجر، والأهالي يؤدون صلاة الفجر في داخل هذه المدرسة. سندخل الآن إلى هذه المدرسة، وكما نشاهد محمد هذا هو المصلى الذي تم قصفه. هذا هو الفيديو اللي شاهدته أمامكم، قصف لمستشفى مدرسة في غزة. أيضا علق على هذا الموضوع يعني بيان تم نشره لسماحة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، يقول: مرة أخرى ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة كبرى في قطاع غزة الأبية باستهداف من تأويهم مدرسة التابعين من النازحين والمشردين، أدت إلى سقوط أعداد كبيرة من المدنيين الأبرياء بين شهيد وجريح في جريمة مروعة تضاف إلى سلسلة جرائمه المتواصلة منذ ما يزيد على 10 أشهر، وقد اشتملت في المدة الأخيرة على عمليات اغتيال غادرة استهدفت قيادات بارزة في مقاومة الاحتلال وأدت إلى استشهاد عدد منهم، وقد خرق بها سيادة عدد من دول المنطقة، وزادت بذلك مخاطر وقوع مصادمات كبرى فيها تتسبب لو حدثت لا سمح الله في نتائج كارثية على مختلف دول هذه المنطقة وشعوبها. إن الكلمات لا تقصر عن إدانة هذه الجرائم النكراء التي باءت بآثامها وحوش بشرية تجردوا من كل القيم الإنسانية والمبادئ السامية، ومن المؤسف أنهم يحظون بدعم من غير محدود من عدد من الدول الكبرى، يمنع من أي أن تطبق عليه القوانين الدولية الخاصة بمرتكبي جرائم ضد الإنسانية. أننا ندعو العالم مرة أخرى للوقوف في وجه هذا التوحش الفظيع، ونمنع تمادي قوات الاحتلال عن تنفيذ مخططاتها لإلحاق مزيد من الأذى بالشعب الفلسطيني المظلوم. كما ندعو الشعوب الإسلامية خاصة إلى التكاتف والتلاحم للضغط باتجاه وقف حرب الإبادة في غزة العزيزة، وتقديم مزيد من العون إلى أهلها.